هجمة مرتدة للمنتخب السعودي. سعيد العويران في وسط الملعب يعدي يفوت مشيت مع الكرة لسه ما سعيد العويران يا ولد لعيب عدى توغل اختارك ممكن يسدد العويران جول العويران جول مشيت معاك يا سعيد هدف على الطريقة المارادونية سعيد العويران يسجل هدف رائع هدف يدخل تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه بص شوف الحكاية بص شوف سعيد العويران بيعمل ايه يا ولد يا لعيب عدى من الأول عدى من الثاني أصبح على حدود منطقة الجزاء توغل إلى داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية تعلن عن هدف رائع هدف تاريخي للأخضر السعودي.